السلام عليكم يا شباب، هذه محاولة لإعادة تعبية اسطوانة الغاز الأمريكية حق الكرفان، وهذه الأدوات اللي إن شاء الله نبي نحتاجها، اللي هو محول ضغط عالي. هذا هو، والرأس هذا، ولي برضو يتحمل ضغط عالي، وهذه القطعة اللي تركب على اسطوانة الغاز الأمريكية هذه، وبإمكان ناخذها من أمازون وبنشدها بقفيز ونبدأ إن شاء الله إعادة تعبئة ونشوف. يعطيكم العافية.